خبر المشاركه الاردنيه المميزه في الاولمبياد الخاص وحصولنا على 10 ميداليات ملونه، منها 4 ذهبيات وفضيه و5 برونزيات. معنا من برلين السيد علي الشواهين رئيس البعثه الاردنيه هناك. مساء الدكتور علي، مساء الخير. مساء الخيرات استاذي، تحياتي لك، الله يطول عمرك. تعودنا على انجازاتنا بذوي الهمم، يعني حدثنا عن لغايه الان حصاد الاردني في هذه المشاركه. طبعا يعني سعيد جدا بهذه النتائج اللي حققوها ابطالنا، وهذه كالعاده المجال الخاص مميز في مشاركاته العالميه. طبعا الاولمبياد الخاص الحالي، النسخه الحاليه هي 16 اللي بيشارك فيها اكثر من 7000 لاعب و 186 دوله. نعم. طبعا الانجازات لا زالت تتتابع، لا زال لدينا العاب لم تستكمل بعد، هنالك يوم غدا ويوم الاحد ان شاء الله قبل العوده الى الاردن ان شاء الله. نعم. دكتور، شو توقعاتنا الان باليومين القادمين في هذه البطوله؟ اتوقع ان تزيد حصيلتنا من الميداليات ان شاء الله بجهود الابطال، ولا زالت هناك في يعني مجموعه من الالعاب التي لم تستكمل بعد. طبعا هذه طبيعي يعني جهود الجميع وجهود دعم سيدنا الله يطول عمره ووجود المدير برعد الرعد مندوب عن جلاله الملك بحضور هذه الالعاب التي شحن همه الشباب. نعم. والتقى بهم وشجعهم في كل الملاعب التي كانوا متواجدين فيها. نعم. ان شاء الله ان راح يكون متابعات قادمه دكتور علي الشواهين بعد العوده من هناك. شكرا دكتور علي، وتوفيق ان شاء الله لكم في ما تبقى من منافسات الاولمبياد الخاص. الله يعطيك العافيه.